السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض موقع اسمه سكولارسي أو العلماء. ده بتديله موقع أو بتديله صفحة أو بتديله بحث دي واي، وهو أوتوماتيك بيبدأ إن هو يلخصها لك ويبدأ إن هو يطلع لك النقط المهمة اللي فيها، أو ممكن عندك أنت بحث تعمل له أبلود وهو يبدأ إن هو يشوف البحث ده. طيب خليني أعمل له أبلود، أختار الملف اهوت، بيبدأ إن هو يفحصه. ممكن كمان تاخد التكست كله تحطه هنا وهو يبدأ إن هو يفحصه ويبدأ يلخص لك أهم النقط اللي موجودة فيه. ممكن يكون عندك كمية كبيرة بالأبحاث، فلو قعدت تقرأ كل بحث فيهم مش هتخلص، فهو بيبدأ بقى يجيب لك أهم النقط اللي موجودة فيه. أنا خلصت الرصيد المجاني بتاعي اللي المفروض أدفع فلوس بقى عشان أبدأ أستفاد منه، لكن هو زي ما أنت شايف بيبدأ يجيب لك عايز ملخصات، عايز أهم النقط، عايز ابستراكت، كل اللي أنت عايزه من البحث، بحيث إن أنت تقدر تبقى عندك صورة عامة عنه لو أنت عايز تقراه أو حاسس إن هو بعيد عن المجال بتاعك، فبيوفر معاك وقت كويس.